السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بقناة بورصة. برصة فيديو جديد في القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات الإمجو سي في الإيمج بروسينج في السي شارب. إن شاء الله النهاردة الموضوع درسنا النهاردة عن شرح الأفاين ترانسفورميشن. إيه هو الأفاين ترانسفورميشن؟ شرحنا قبل كده في أول فيديو خالص لو تفتكروا إنه في نوعين من الإيمج بروسينج، في نوع اسمه البوينت وفي نوع اسمه الجروب. خدنا شوية قطعنا شوط كده في الجروب، خدنا اللي هي الكيرنلز بتاعت الجروب، ان الجروب ده المجموعة البكسلات بتشترك في العملية. مركزناش قوي على البوينت غير في مثال واحد بس اللي احنا لونا نص الصورة وبتاع. لو انتوا فاكرين المثال ده اللي احنا عملناه على صورة ابو تريكة كده، لونا الصورة لنص ازرق ونص اخضر، زودنا فيه التشابه بتاع اللونين يعني. ده برضو البوينت ده بينقسم لقسمين، قسم خاص بالكوردينيتس وقسم خاص بالبيكسلز او التعامل مع قيم البيكسلز. المثال اللي احنا خدناه ده هو المثال على التعامل مع قيم البيكسلز نفسها. احنا زودنا شويه في الازرق، نقصنا شويه في الاحمر كده، اللي هي الحاجات السهله دي. اللي بتتعامل مع الكوردينيتس بقى اللي هو الجزء الثاني، اللي هو انت بتتعامل مع الاكس والواي، مكان الاكس والواي. تعالى كده مثلا ايه يعني ناخد كده مثال بسيط عشان نفهمها. الافاين ترانسفورميشن هي بتتعامل مع الايمج بتاعتك على انها رسم بياني. محور اكس هنا، على انه محور اكس هنا ده الاكس وده الواي اللي هو الرسم البياني عادي يعني. مع مراعاه طبعا ان الايمج بتاعتك بتكون كده، بتكون بدل ما الاكس تحت لا بتكون فوق وماشيه كده هي نفسها، وبدل ما الواي بتمشي من تحت لفوق لا بتمشي من فوق لتحت كده. فالايمج بتاعتك ماشيه كده، ده كده الاكس وده كده الواي. هي بتقلبها بس كده بس يعني ايه، لا كده. فهو ده يعني الافاين ترانسفورميشن بتتعامل مع البيكس بتاع الصوره بتاعتك على انها رسم بياني، وكل بيكسل ليه كوردينيت. يعني مثلا البيكسل اللي هي 0 0 بتبقى هنا، البيكسل اللي مثلا 3 في 3 اللي هي في الصف الثالث العمود الثالث، فمثلا انت بتتحرك هنا 3 هنا 3، فاهم؟ دي اول عمليه من الافاين ترانسفورميشن. طب ايه هي اللي انا استفدت من الافاين ترانسفورميشن؟ الافاين ترانسفورميشن ليها انواع كتيره قوي ممكن تعمل عمليات على البيكسل. يعني مثلا في نوع مثلا عندي اسمه السكيلنج. لو احنا كده بصينا كده، انا عندي مثلا هنا ايه، عندي مثلا بيكسل الكوردينيت بتاعها 2 هنا وهنا 2، هي هنا 2 بيكسلايه دي 2 و2. الافاين ترانسفورميشن بتعمل ايه؟ هي عباره عن ماتريكس بتضرب في كل بيكس، في كل كوردينيت بيكسل عندك بيطلع لي كوردينيت جديده بحطها في البيكسل في الايمج الجديده. بس هو ده اللي بيعمله، هبسطها لك. يعني مثلا عندي مثلا ايه ماتريكس، نوع من انواع الافاين ترانسفورميشن اسمه السكيلنج. دي بتبقى الماتريكس بتاعته ان انا عايز تغيره في الاكس، فهو بيمثل بيجيب البيكسل دي اللي انا عايز اعمل عليها العمليه، مثلا اللي هي البيكسل 2 في 2 دي، فبيحولها الماتريكس كده صفين صفين وعمود واحد. الصف الاول بيكون الاكس والصف الثاني بيكون الواي، وبعد كده بيروح ضاربها في نوع الماتريكس اللي انت عايزه. طبعا في مثلا في الشيرنج، في السكيلنج، في الترانسليشن، في الروتيشن، هنشرحهم ان شاء الله قدام في الفيديو الجاي ان شاء الله. احنا بس بناخد شرح كده مبسط عن الافاين ترانسفورميشن. فبيروح ضاربها، هنضرب هنا ايه ده الضرب بتاع المتريس السعادة اللي احنا بنضرب الاول في الاول بلس التاني في التاني، يعني 2 في 2 بلس 2 في 0 هيطلع لنا كام؟ 2 في 2 ب 4 بلس 0، يعني هتطلع بلس 0 وتطلع 4 برضه. نضرب برضه 2 في 0 هنا و2 في 1، 2 في 0 ب 0 وزائد 2 في 1 ب 2، هتطلع الكوردينيت الجديده بتاعتها 4 و2 اللي هي هتتحرك، معناها ان البكسل هتتحرك تباين. ده بيفيدني بايه؟ ده بيفيدني في عمليات تكبير الصوره. يعني لما انت تيجي تكبر الصوره، هو اللي هو الريسايزنج للصوره اللي احنا شفناها كده، شفنا اللي هي الداله اللي احنا بنستخدمها بتاعت الريسايز اللي هي البيلت ان فانكشن في الامجو سي في، هي بتستعمل الافاين ترانسفورميشن في الحكايه دي، انها بتشتغل بتضرب برضو الصورة بتاعتك في ماتريكس فبتطلع كوردينيت جديد.
فلو مثلا ناخد مثلا مثال تاني برضو كده عن الحكاية دي، مثلا عندي بيكسل هنا بتبقى 2 في 2 برضو. لو انت ملاحظ يعني احنا في الايمج اللي فاتت هنا كانت غير في الاكس، احنا اتحركنا بس في الاكس هنا، يعني من 2 في 2 الواي هو زي ما هي بس الاكس اللي اتغيرت. في الماتريكس حولت الكلام ده هنا 2، اللي هو خليك بس اقرب بس ان هنا 2 دلوقتي، اللي هي هنا 2 وهنا 1، ده عشان يبقى التغير في الاكس بس، وهنا 1 هنا عشان ما يبقاش في تغير في الواي. هنا بقى عملنا العكس، خلينا الواحد هي اللي فوق والاتنين هي اللي تحت عشان نخلي التغير يبقى في الواي مش في الاكس. نفس الحكايه بنضرب الماتريسس الاتنين في بعض، فبتطلع لنا 2 و4 بنمثل البكسلات تاني، فمعناها انها تتحرك لفوق كده. ممكن طبعا ممكن تقرا عن الافاين ترانسفورميشن بشكل، انا بس بشرح يعني، انا اسف بكرواته شويه عشان وقت الفيديو كده. تقدر انت تشوف، هسيب لك برضو فيديو يا ريت يا جماعه تقرا، يا ريت قصدي تشوف الفيديوهات دي من البلاي ليست، من البلاي ليست اللي انا عاملها اللي هي ديجيتال ايمج بروسينج. ما تشوفهاش من على القناه، شوفها من البلاي ليست، لان انا حاطط في البلاي ليست فيديوهات تانيه بتشرح الحاجات اللي احنا بنشرح الحاجات دي، بس يعني نكروتها شويه، بنشرح الفكره العامه بتاعتها عشان يبقى في وقت ان احنا نطبق في الامجو سي في. لكن عايز تفهم الحاجه وعايز تفهم تتعمق فيها بشكل اكبر، فانا بسيب لك فيديوهات فيها تقدر تقرا عنها لو انت عايز تفهم حاجه، تفهم اكتر عنها يعني. لو احنا رحنا كده على موقع الاوبن سي في اللي هنا شارح الافاين ترانسفورميشن، برضو هسيب لك اللينك بتاعته في الديسكربشن. نفس الحاجه اللي احنا شرحناها، هو بيضرب ماتريكس اللي هو الاكس بتاعتنا، بيضربها في ان الافاين ترانسفورميشن عندنا بتبقى ماتريكس 2 في 3 مش 2 في 2 زي ما انا قلت لك 2 في 3، وهنشوف دلوقتي ازاي بنستخدمها. الميكس الماتريكس بتكون 2 في 3، جايب لك بقى مثال عليها هنا، ان الواحد هنا بقت هنا والبوينت 2 بقت هنا والتلاتة بقت هنا، في الاخر كده ايه جايب لك مثال عليها هنا، هنشوف ان شاء الله في المحاضره الجايه. تعالى كده ايه نروح على موقع ماتلاب، جايب لنا برضو انواع الافاين ترانسفورميشن. اهو زي ما انا قلت لك في 4 انواع من الافاين ترانسفورميشن، في اللي هو الترانزليشن اللي هو بيحرك الصوره من مش بيعملها سكيلينج، مش بيعملها سايزنج، لا بيحركها بس جوه ايمج معينه. مثلا انت بتعمل كوبي مثلا ايمج صغيره جوه ايمج كبيره وحابب ان انت تحركها، فهو ده الترانزليشن. السكين اللي احنا لسه شايفينه من شويه اللي هو ان هو الماتريكس اهي، طبعا 3 في 3 دي مالكش دعوه بيها، دي حاجه خاصه بالماتلاب. احنا عندنا ماتريكس اللي هي الافاين بتبقى 2 في 3، الافاين 2 دي بتبقى 2 في 3 مش 3 في 3، 3 في 3 دي بتبقى الافاين 3 دي اللي هي البرسبكتيف، وان شاء الله هناخدها بعد الافاين. في الشير اللي هو بيبقى التغير بس في بعد واحد، لكن البعد التاني بيفضل زي ما هو مش سكيلينج. هنشوف دلوقتي الكلام ده، هنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه الكلام ده. في الروتيشن اللي هو بيدور الصوره، اللي هو بتدي له هو الزاويه بتاعتك ويضربها هو في الساين والحاجات دي، هنشوفها ان شاء الله المحاضره الجايه. فبس يا ريت تقرا يا جماعه، يا ريت تقرا عن الافاين ترانسفورميشن قبل ما تدخل في قبل ما ندخل في تطبيق في الامجو سي في، عشان من البدايه من الفيديو الجاي انا مش هشرح، انا هطبق على طول. فانت يا ريت يكون عندك برضو ايه اساس جامد عن الافاين ترانسفورميشن، اقرا عنها بشكل كويس وتدور عليها على النت. هسيب لك برضو فيديوهات تحت لينكات في فيديوهات يوتيوب في الديسكربشن بتشرح الافاين ترانسفورميشن بشكل كويس، يا ريت تشوفها يعني. فبس نلقاكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.